اسمع اسمع يلي جوالك مليان مقاطع، يلي ما صليت العشاء الى الان، يلي جيبك مليان حبوب، يلي قاعد تفرط حشيش، يلي قاعد ترقم، يلي قاعد يتكلم، والله ثم والله ان الله عز وجل مو غافل عنك وكافش وكاشف امورك كلها، لكن قاعد يمهل سبحانه وتعالى لعلك تتوب، لعلك تتغير، لعلك ترجع، لعلك تمسح، لعلك تكسر. ولا تحسبن الله غافلا، يلي في الاستراحات، يلي في الشليات، يلي مركبين بنات، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اقسم بالله ثم اقسم بالله، الله مراقب كل الامور وكاشف كل شيء سبحانه وتعالى، لكن يمهل ولا يهمل. اللي فحط، اللي رفع، اللي اعطاه الله عز وجل سياره واعطاه فلوس، اقسم بالله هذه السياره اللي قاعد يتحارب بها الله، هذا الدباب اللي قاعد يتبارز بها الله، بامكان الله عز وجل يامره ويقول له اقتله، اهلكه، قطعه، لكن الله يمهل ولا يهمل. انتبهوا يا شباب، صحصح فوق، لان قبل اسبوعين شفنا هذا المنظر، شفنا هذا المشهد. شوف، اقسم بالله هذا مشهد من مشاهد ومنظر من مناظر لابناء من ابنائنا واحباب من احبابنا. شوف، شوفوا هذا المشهد الان. قبل اسبوعين امهل والله مره ورا مره ورا مره ورا مره لعله يتوب، لعله يرجع، لكن كل اوامر الله وكل ما عند الله عز وجل لم يستجب لها، فكانت هذه النهايه. ورينا هذا المقطع، شوف. حلقت الابله لا الى النور. شفتوا الأمر أمره والخلق خلقه، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اقسم بالله يا شباب، هذه نهاية كل من لا يستجيب لله، كل من يضرب بأوامر الله عرض الحائط يهلك الله في الدنيا قبل الآخر. فيا شباب، إما أن تستجيب وإما أن تعود. الهداية مو صعبة، التغيير مو صعب، اقسم بالله الهداية خطوة تخطوها لله، شبر تتقرب من الله، يتقرب منك الله سبحانه وتعالى. الهداية مقطع تمسحه، الهداية ركعتين تركعها، الهداية صحبة تغيرها، الهداية دمعة تدمعها لله سبحانه وتعالى. كل يوم يتبون، كل يوم يتغيرون، كل يوم يرجعون، وناس ما يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى ملوا يبون يتغيرون. أنا أعرف، أنا متيقن متأكد، أنا يوميا أعوذ بالله من كلمة أنا أقابل آلاف مؤلفة من الشباب، 99% يبغون يتغيرون، 99% يبغون يرجعون، بس يقول كيف؟ تبغى تعرف كيف؟ والله سهلة، دعوة ترفعها لله، ركعة تركعها لله، سجدة تسجدها لله، مقاطع تمسحها من أجل الله، صعبة صالحة تغيرها لله، يرفعك الله، يعزك الله، يتوب عليك الله، يفرح بك الله سبحانه وتعالى. يا شباب، سوينا ورحنا وجينا، وش باقي؟ وش باقي ننتظر؟ تعال شوف اهل القران كيف عايشين، شوف اهل المساجد كيف مستانسين، شوف اهل اللحى والثياب القصيره كيف مطمئنين. نعم والله الذي لا اله الا هو، ان من عرفوا الله ومن قربوا من الله ومن تابوا لله اعزهم الله ورفعهم الله سبحانه وتعالى.
كمل شاب كمل شاب. انا اكلمك عن نفسي، حضر معي هنا وجلس معنا في هذا المجلس وتاب الى الله ورجع من اجل الله. قران الان في حلقات القران الان مع الصالحين، منهم موجود معنا، ولو شئتم ولو اردتم لخرجوا وتكلموا بين ايديكم وقالوا لكم تعالوا جربوا عيشوا مع الله. ما لك وما لك حياة الهم والغم، مخدرات ورعان وبنات، أغاني ومسلسلات. متى يكون همك رب الأرض والسماوات؟ متى تركع وتسجد لله؟ متى تعود وتقول يا رب يا رب يا رب يا رب يكفي يكفي ضياع، يكفي يكفي شباب يموتوا معششين، يموتوا سكرانين، يموتوا شربانين. إلى متى؟ إيش باقي تنتظر؟ مبسوط في حياتك؟ أتحداك مبسوط في حياتك؟ أتحداك مستعد لآخرتك؟ السؤال والجواب لا. إيش باقي تنتظر؟ لا أنت مرتاح في الحياة ولا أنت مستعد للقبر. إيش باقي؟ باقي شيء واحد، باقي شيء واحد. تكفى والله ارتفع صوتي، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، جاي للجلسة وحرارة قرابة 40 درجة، مريض. أقسم بالله هذا الصوت اللي ارتفع وهذه الوقفة اللي أوقفها أمامك الآن وأنا متعب. اسألني الله إني أحبك، أبغالك الخير، أبغالك الراحة. مثل ما ارتحنا نبغاك ترتاح، مثل ما استانسنا نبغاك تستانس، مثل ما انبسطنا نبغاك تنبسط. ارجع تعال اقبل، والله ان الله يفرح بك. لا يجيك الشيطان يقول لك الهدايه ميلك، لا يجيك الشيطان يقول لك هذا الطريق مو طريقك. انت عندك بلاوي، عندك ذنوب، عندك وعندك وعندك. المقاطع ايش بتسوي فيها؟ البنات، عيال الحاره ايش بتسوي؟ صعبه صعبه. لا، الله الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بس باقي باقي خطوة خطوة. الهداية خطوة، الهداية خطوة تخطوها أنت ثم يغيرك الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.